لو كان قارن شهر جانفي تاع 2016 نقارنوا بالشهر جانفي 2015 بالنسبه يعني بالنسبه لي روسات يعني بالنسبه للمداخل نتاع الصندوق ازدادت ب 58%، وهذه نعتبرها يعني رقم قياسي، وان شاء الله مازال حتى من شهر فيفري شهر مارس يعني نشوفوا. وهذه ما جات من واش جات من الناس اللي فهموا التسهيلات بالنسبه للقطاع الفلاحي، شفنا باللي درنا مع القطاع الفلاحي، والان كاين يعني في الميدان الصندوق يعمل مع 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 لي شوم داغريكولتور مع يعني كل القطاع الفلاحي، وشفنا باللي حتى من الفلاحين الان صبحوا يجوا كثير ما كانوش يعرفوا، الان شفنا باللي مباشره نقدروا نقولوا باللي حاليا في ظرف تاع الا شهر عندنا يعني ازدياد بالنسبه لهم اكثر 10% اللي جاوا حاليا، ومازال الوقت باش يزيدوا يجيو الا يعني الشهر هذا اللي فات، ونشوفوا باللي بالنسبه لنا رقم يعني لا باس به.